تجوزش حاجة من بطن الجديدة يا عمي؟ عيب عليك يا هيبة، حد يعمل كده؟ هتصغر وتعيده من تاني؟ يظهر اتوحشت اللعب. هو حصل حاجة؟ انت عاوز ايه تاني؟ ايه الخربطة اللي انت فيها دي؟ ايه اللي وداك لأماني؟ وايه اللي وداك الكباريه؟ ايش معنى ده؟ مالك كده هو هيطير؟ يوه ما تقولش فيها يا فقري، اوعي كده. عيني عليا. بقول لك ايه؟ ما تعرفش هيبة راح فين؟ هو بيعتذر لحضرتك عشان جاله تليفون وبيقول لحضرتك هيعوضها لك. يا ابو هيبة ده كنت وحشنا قوي. مالك؟ عاوز اتولع في مين؟ اخوك. ماله؟ شكله قلب على غنيمة، رجع مع ابنك ماهر، قعد شوية وخرج تاني وغنيمة مولعة فوق. تلقاه بيشرب حجرين مع ربيع. بقولك خرج يا راجل. ربيع ايه؟ خرج خالص ولسه مرجعش. يوه ده باينه رجع، اما نشوف بقى هيطلع عند غنيمة ولا حيبات بعيد عنها. اما روح واجيب لك الخبر. يلا ياك تروح العباسية بكرة الصبح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واعوذ برب الفلق شر ما خلق شر ما
خدوا مشرح السجن اذا حصل. الله اكبر. خايفة عليك يا قلبي، بتجري وصدرك عريان. وانتي ما خايفاش على نفسك؟ أني واني من غيرك أسوأ حاجة، بس اللي عايز يضرب عايز يضرب هيبة. بس يا قلت لك 100 مرة ما بحبكيش تعملي كده. يا ايه اللي مسهرك لحد الوقت؟ انت كنت حابة افرجك وحلة عيني يا عيني. انت حلال طول عمرك يا غنيمة. كل ده نوم؟ يلا تعالي نفطر سوا. انا مش هروح الشغل النهارده. فطري انت بقى نفسك وروحي على المدرسه. ليه بقى ان شاء الله؟ ومالك؟ متضايقه شويه يا هدير، مش قادره. يعني انت ان شاء الله بقعدتك دي هي اللي هجيب لك فلوس ولا هي اللي هتشغلك عندهم؟ يبقى ما تعرفيش امك، دول تامين ابوك الله يرحمه، يعني اللي خدهم يحصلوا. على الله تحصلوا يا محاسب الزفت انت. معلش بقى، يلا قومي افطري معايا عشان تفتحي نفسي على الاكل يا بيضه. يلا بقى هقوم، بس مش هحضر الفطار. ماشي، انا اللي هحضر الفطار. وتغسلي الكوبايات كويس. ما بعرفش اغسل الكوبايات كويس. لا هتعرفي عشان انت لازم تكوني ست بيت. ماشي حاضر. وعايزه ايه تاني؟ تحطي لبن في الشاي. ما بحبش اللبن. تحبيه؟ ماشي. يلا حبيبتي، يلا يلا. صباح الخير يا ابو شعبان. صباح الخير يا بنت الناس الطيبين. بقول لك ايه، الجو برد قوي النهارده، انا شكلي هاخد عرضه ومش هروح الشغل. عرضه ايه وبتاع ايه؟ امال انا اعمل ايه؟ ايه نعمل ايه دي؟ انت طالعه لمده مين يا بنت انت؟ امشي امشي. ماشي اهو. اللي فين المفندق ده؟ وحش على المصدر. صباح الفل. سلامتك يا حبيبتي. شو هوين؟ فين السكر يا درش؟ السكر في الشاي. يبقى رجع. قلت لك 100 مره انا بحب السكر بره، انا مش عايزه اتخن على الفاضي. على النعمه خواجه وبطل العالم في الخساسين. طب يلا اتكل على الله يا خفيف. حد يقولي بقى اعمل ايه في اللي انا فيه ده؟ يعني انت بجد شفتيه ولا شفتي السواق؟ هو ايه ده؟ احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على المحاسب اللي خبط الفلوس في جيبه. انت بتتكلمي عن ايه؟ على ابو هبه بيه يا لوزه، الراجل اللي عامل زي الفارس في فيلم فارس المدينة. من جهة فارس؟ هو فارس بصحيح؟ مين ده يا ست لوزة؟ الشاي. ايه ده؟ طب ما تروحي له تاني. يا نان. ايه؟ انت حطيتي السكر كله في الشاي؟ اعمل ايه؟ بحب الحلو. طب ما احنا بنقول لك اهو روحي له تاني. لا تاني ولا تالت. تصدقي انا شكلي كده هأجر بلطجي للمحاسب يفتح كرشه ويجيب لي الفلوس. طيب ما تروحي لابو هيبه، هو هناك الكل في الكل، ممكن يعينك وكمان يرجع لك فلوسك تاني. اروح للراجل ده تاني؟ اه. اه ايه يا بنتي، بقولك قفل ازاز العربيه في وشي وانا بشتكيله كاني بشحت منه بالظبط. اتفضل على الطوارئ، في 15 واحد ضاربين بعض. يلا منى.
عايزك في كلمة. واحنا مش خلصنا من الموضوع ده. على فكرة أنا ممكن أعمل كده أصلاً من غير ما أهلي يوافقوا. عايز أتجوزك يا نينا. أتجوزك. دكتور. نعم يا نينا. يبقى سلم لي على أمك. عادة تاجي متأخر يا غنيمة. احتاجك يا أخوي. خير؟ خايفة. خايفة منصور يرجع تاني. يرجع من فين يا غنيمة؟ منصور كان زمان مدوخني وصبرت عليه، ولما تعب من اللف والدوران رجع ورا داري. خايفة يا اخوي. انا قلت لنفسي خلاص ارتاح وجوزي رجع ساكن بيته. منصور عاجل واللي داك ما يرجعش لللف تاني. بس إيه؟ اليومين دول اتخربت. بلاش الظن ولا ناسي. كفاية حمزة الله يرحمه شق قلبه ووجعه. شق قلبنا كلنا. الله يرحمه. بس أنا خايفة. مالك يا غني؟ منصور ما بكيش يبص في عيني يا اخوي. اذا اراد الله شيئا كان. صب الشاي عقبال ما ارجع. حضرتك عايزني؟ عايزك. تصدق اليوم اللي احتاجك فيها فين؟ دامك مش كفاية. أنا عاوز دول عينيك. عايز عينيك يا فارس. عايزك تحافظ عليهم أوي عشان تشوف اللي أنا عايزه. بس عايزك عينيا. فهم؟ جيب لي الواد اللي اسمه سامي ده من تحت قطيع الارض. وما تخافش ولا تتعامي زي ما عملت انت والرجاله قبل كده وما عرفتوش تقتلوه.
حاجة مرتين ولا إيه؟ اطلبه. حاضر. جرس معاك. يما 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 اسمعيني. طيب يما. حاضر يما حاضر. مش دلوك اصلا مع معذوره. اصلا معذوره اليومين دول. معذوره يما معذوره. ما انا قاعد جنبها اهو يما. هعمل ايه انا؟ خير خير يما خير ان شاء الله. خلود بتسلم عليك ياما. تعالي. لا كيف عاد؟ من الصبح عاوز اتكلمك. ايوه يا مرات عمي. ازيك يا خلود يا حبيبتي؟ وحشاني وحشاني موت. ما تكسليش بقى يا حبيبتي، عايزين نفرح ابوكي. ده من يوم حمزه ابن ابننا الله يرحمه ما مات وهو مش هو. انا عايزاكي تتجدعني كده يا عينيا. عايزين حته عيل يسند ابوكي. الو خلف، شفت البت اللي سابت التليفون من ايديها وانا بتكلم؟ طب يا شملول ورحمه ابويا يا خلف، اللي ما سمعت قريب خبر حلو انت حر. طيب يا روح امك، مع السلامة يا شملول. كتك 60 نيلة. اما شوف الموكوس التاني هيعمل ايه. كتوكسة توكسكو كلكو. ايوة يا موكوس. ليلي ليلي انت مش لسه نايم يا بيبي؟ ايه اللي صحاك دلوقتي؟ فارس فين؟ لسه مروح. كلميه خليه يجي لي حالا. اوكي. ايوه فارس كين عايزك، تعال بسرعه ما تتاخرش. باي. ايه الصوت ده يا بيبي؟ مفيش حاجة، ده أنا كلب زي أمه وهمه على بطنه. فارس! مفيش حاجة. في حاجات. مش قلتلك؟ دور لي كده على واحدة تيبي مش تباتك يا حمار. ها؟ هو في واحدة تيبك. تيبك تيبك. اظبطني عليها بقى وسيبنا نتصرف. بص يعني كده هتاخد لك 10 12 خطوه بالكتير. بس استنى استنى عشان استنى. ايه يا استاذ؟ انا اسف. في ايه انت؟ انا اسف حقك عليا. انا فعلا انا فعلا اعذريني معلش. بس بيني وبينك بعد اللي انا لمسته ده
لو كنت مفتح كنت عملت قد كده 100 مرة. نعم روح امك. فارس فارس وحملوا له محضر في الجسم والعساكر تضرب فيه والآلة تضرب فيه وفارس سابه وهرب. ايه دي خلود. يلو يا خلود من امتى انت فين؟ زي ما انتي زي ما انتي. طيب طيب انا هتصرف بس ما تعمليش اي حاجة من دماغك. على السلامة. فين ابوك؟ خير. خلف اتمسك بكيلو هيروين في كمين. عقبال ما نوصل تكون كلمت المحاميين. يظهر ان كين عاوز نقطع لسانه بالمرة. اسمع ماهر عمر معوش هيصة جرايد له. حاضر. استنى انا هلبس واجي معاك. تجي معايا فين؟ ابو هبة يرجعك. ده ابني يا حاكم. هنجيبهولك وناجو. عارف لو ابني اتسجن انا مش هاسكت. فلا الله ولا فالك. سيبيني خلينا الحاج الراجل. يا منة بختك يا زكية يا وكستك في ولادك. والله العظيم اللي عيشها ما يشوف. فتشوا يا ابني يعمل معاه الاجراءات وادي الحجز لحد ما حد يجي ويطلعه. انا كان معايا واحد كده متختخ كده ومربرب يا باشا عيل خايب كده ابني فارس. وكمان كان معاك ابنك وهو اللي كان بيسحبك للنسوان ولا ايه؟ ده خايب يا باشا. ده انا اللي بسحبه علشان يشوف لي النسوان. لا حول ولا قوه الا بالله. واضح ان انا تعبك يا باشا بس ابني كده اعمل تليفون صغير وبعدها هترتاح مني للنبأ. خلف اهو. ما تخافش يا خلف. يا عم انا عايز اقول لك مش وقته. افرض ظهرك يا ولد وقول يا رب. حصلني عك وانت خد بالك المره الجايه حد يركب عربيه ملغمه. هتفضل كده لحد متى؟ انت في النيابه يا بجر مالك؟ عاوز يشيل تأبيدك. تأبيدك كيف واحنا هنطلعوه؟ انت السبب في ده كله. سبب ولا بتاع يا اخوي ده نصيب. حد يقول لجنه تمسك خلف. انا ولدي ما يتحبسش زي البلطجيه. انا ولدي عمده واد عمده. متلبس اهو يا متر. امال ايه مظلوم بقى دي؟ الهيروين جوه العربيه والاستاذ خلف بيه جوه العربية واللجنة واقفة ومتشكلة. مال عاوز ايه تاني بقى؟ ولا هو التلبس حاجة تانية من وجهة نظر سعادتك وانا معرفش؟ حضرتك انا بطلب يخرج بغرامة حد ما نثبت انه مظلوم. ده على جثتي الكلام ده. يخرج بتاع ايه؟ والدنيا كلها عارفة ان هو تاجر هيروين. حضرتك الراجل ده بيدير قرية فيها اكتر من 2000 اوضة سياحية. يعني مش محتاج يخرف ويتاجر في الهيروين. عليا الحرام ما بتاعي. عليا الحرام ما بتاعي. ده ملعوب ولازم اكشفه. اكتب يحجز المتهم 15 يوم ويراعى له التجديد في الميعاد. ايوه بس حضرتك يعني احنا خلاص يا خلف بيه خلاص. خده عسكري وندالي اللي بعده. هات يا ابني هات. اهرب يا نادل. ولا بهرب ولا حاجة. ولو كنت دخلت معاك ما كانش حد هيطلعهم. حازم السلك. كمان واحدة. أيوه كمان واحدة. خلاص؟ خلاص كده آخر واحدة. لما شفتك بتتضرب جريت قلت أجيب لك المحامي. يعني الحاجة الوحيدة اللي تورثها مني هي الندالة. حمد لله على السلامة يا باشا. كفارة كين. زغدان.
فيكم خير والله. يا ريحتك وحشتني يا وسام. عايزك تخش على البيت بسرعة. سامي أنا عايز أبو هيبة مدروخ مجنون قبل ما أقطعه سنين، مفهوم؟ هيقطعه سنين. يلا يا معفن عشان وحشتني. يلا ماشي يا باشا قطعه وحشتني. هتتوب علينا بقى. ها 15 يوم حبس. واه شغلك فين يا دكتور؟ لو ربنا بيحبنا نشكك في الضبطيه. طب ما تتصرف. خلف بيه مرصود بقاله مده والظاهر انه متسلم. انا ما هرجعش مصر الا لما نطلع خلف الاول من هنا وبعدين نتكلم. يلا الصبح هنحلوها يا بنتي ما تخافيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا بنتي. كرسي يا ولدي. شده وتزول يا بنتي. مش مهم حضرتك، انا بس مش عايزاه يتسجن. مش عايز البنت تكبر تلاقي ابوها محبوس. ودي بنت عمك اوضتها مهر. انا كويسه يا بابا. ها هتعمل ايه يا متر؟ حضرتك ده متلبس وتقريبا كده اعترف للظابط. كلنا اتغير، حتى التلبس اتغير. انا حضرتك ما الواد اللي مشيته ليله راس السنه تعرف عنه حاجه؟ ما اعرفش. مهر الواد ده يكون عندي بكره الصبح بالكتير. ورحمة أهل اللي ماتوا كلهم في قطر الصعيد. ما بحب التمثيل. كنت فين وسيدك محبوس؟ كنت مطرود في الشوارع زي الكلاب. كذاب، خلف رجعك من غير ما يقول لي. بس كان خايف كل شوية يقول لي امشي ويقول لي لا. انت منين يا هاد؟ ولدك ما فيهوش شيء، لا علوان ولا أي حاجة، يا دوبك نمر التلفون محمول. أنا المكان ده كله بقى بيتي من ساعة ما أهلي. بصراحة من ساعتها وأنا بخاف أقعد لوحدي. كأنك غريب. أنت من الصعيدي مش كده؟ حضرتك لأ. أنت تبع مين؟ إيه اللي جابك؟ أنا تبع خلف بيه وهو اللي جابني. تاخد 1,000,000 جنيه أو تتسجن 10 سنين؟ أنا أخد 1,000,000 جنيه بس ما تسجنش. أنت غجري يا هاد؟ لا غجري إيه؟ أنا صايع، أنا من الشارع أصلا. أبويا وأمي كانوا أطفال شوارع وأنا لما كبرت بقيت زيهم. ما شاء الله، أبوك وأمك أطفال شوارع. قلت إيه؟ حضرتك عايز تشيلني قضية خلف بيه. أنت معوزش 1,000,000 جنيه؟ هاخد 1,000,000. هاخد 1,000,000 بس هجيب لحضرتك بقى اللي يشيل القضية، وأنا نصيبي ربع أرنب فوق الأرنب. فعلا يا ماهر.
وخليه بكره يجيب اللي يجيبه على النيابه يشيل القضيه. واللي هتجيبه اسمه ايه؟ زغدانة انور عامر. زغزاني؟ لا لا لا، زغدانة يا باشا، زغدانة، هو اسمه كده بيه. طيب زغدانة خليه يجي يمضي ويقبض، وخلي المحامي يقول له يعمل ايه. لا هو يمضي بس، انما يقبض دي تخصينا. يا باشا